بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. احنا شفنا في الفيديو اللي فات لما عملنا الفاير وول بوليسي، بقت بنقدر نتأكد للسيستم كومبلاينت للبوليسي ديت ولا لا. نفس الكونسيبت نقدر نطبقه من خلال الكومبلاينت سيتنجز. بتقدر تحدد بعض البيز لاينز السيستم لازم يكون مطابق ليها، ولو هو مش مطابق ليها تقدر تعمل ريميديشن ديت وتحل المشكله ديت، او تحل الكونفيجريشن المس كونفيجريشن ده، او تقدر تريبورت للادمن اللي هو الجهاز ده نون كومبلاينت فهو يقدر يتحرك. الكومبلاينت سيتنجز عندنا هنقول والله عندنا كونفيجريشن ايتم وكونفيجريشن بيز لاين. كونفيجريشن ايتم دي الحاجه اللي انت عاوز تشيك عليها. والله انا عاوز اتشيك الريجستري فاليو معينه موجوده ولا لا، في فولدر معين موجود ولا لا. البيز لاين ده اللي انت هتجمع فيه مجموعه الايتمز ديت وهتعمل له ديبلوي على كولكشن معينه. الكونفيجريشن ايتمز ممكن تكون عباره عن ال داب كويري او ويندوز كويري او سيكوال كويري او باور شيل او فاليو ريجستري او فاليو بتاعت فايل موجوده ولا لا. خلينا نبتدي نحاول نكريت configuration item. انا configuration item اللي انا هكريته عبارة عن اللي انا هتشيك على الفاليو بتاعت الريجستري المسؤولة عن enable CD وال USB. الفاليو دي تسمح لل CD وال USB يكون enable ولا لا، ولو هما مثلا مسموح ان هما يكون enable، لا انا هحاول الفاليو دي اخليها تسيبل. فمثلا هنسمي الايتم ده بلوك CD and USB. هتعذب له على ويندوز 10 ولا ويندوز ديسكتوب اند سيرفر كاستم ولا ويندوز 8 والكلام ده. لو انت عاوز تعمل له كاتيجورايز فانت بتحدده من هنا ان هو الكاتيجوري بتاعته. هيحصل له ديبلوي على اي سيستمز عندك. هتقدر بقى من هنا تحدد السيتنجز بتاعتك. فزي ما شفنا احنا عندنا اكتف دايركتيف كويري فايل سيستم اي اس ميتا بيز ريجستري كي ريجستري فاليو وهكذا. انا عاوز ريجستري فاليو بلوك سي دي مثلا. ديت موجوده تحت اللوكال ماشين سيستم كرنت كنترول سيت سيرفيسز. تحت سيرفيس عندك سي دي. سي دي روم الفاليو اللي هي بتاعت ستارت لو هي واحد يبقى ديت عبارة عن انيبل سي دي يشتغل. انا عاوزها تبقى مش واحد، انا هحتاج اخليها باربعة. اربعة اللي هو معناها تسيبل. هقول له لو هي اكزيست يبقى لازم الفاليو بتاعتها تكون باربعة مش بواحد علشان نتأكد ان هي تسيبل، واقول له اوكي. ولو جيت على الرولز بيقول لك لازم الفاليو دي تكون اكزيست ولازم تكون الفاليو بتاعتها باربعة، اقول له اوكي. خلينا نحط واحد تاني بلوك اليو اس بي برضه ريجستري فاليو، اقول له براوز. هي برضه في سيستم في كرنت كنترول سيت في سيرفيسز. خلينا ننزل هنا خالص يو اس بي يو اس بي ستور برضو الفاليو بتاعت الستارت ديت هتبقى دوست مرتين. خلينا نيجي هنا ونقول له نيو وهنقول له لازم الفاليو بتاعتها تكبر الاربعة برضو. فكده بقت الستارت لازم تكون موجودة والفاليو بتاعتها بتساوي اربعة، اقول له اوكي نيكست. فهو هنا لازم تاكزيست ولازم تكون تساوي اربعة، نيكست نيكست. فانا دلوقتي عملت البيز لاين بتاعي او سوري عملت configuration item اللي انا عاوز اتشيك عليها. دول هقوم حاططهم في بيز لاين بلوك ميديا بيز لاين مثلا.
من الكونفيجريشن داتا اللي هحطها دي يكون عباره عن كونفيجريشن ايتمز بلوك سي دي اند يو اس بي. اوكي تقدر برضو تحط سوفت وير ابديتس او كونفيجريشن بيز لاينز تانيه، ولو انت عاوز تحدد الكاتيجوري بتاعته هقول له اوكي. هنيجي على ده وهنقول له ديبلوي. هديبلوي الكلام ده على ايه؟ هقول له ديبلوي على ال device collections ال operational windows 8.1. remediate non compliant rule when supported و allow remediation بره الويندو بتاعت ال maintenance. تحب تجنريت الالرت لو الكومبلاينس على الكوليكشن ديت اقل من 90% ولا لا، ولو انت عاوز تجنريت الالرت على السكوم عندك. هو هيرن كل قد ايه؟ خلينا نقول كل مثلا 5 دقايق عشان نخاف تيست. هقول اوكي. هنيجي على الويندوز 8 ماشين بتاعتنا، هنفتح الريجستري نتأكد بس من الريجستري ال value بتاعتنا مظبوطة اللي هو ال USB وال CD. start value بتلاتة هنا اللي هو يعني اوكي enabled، وهنا في CD روم start value بواحد. هنيجي هنا على الكونفيجريشن مانجر بتاعنا، هرن الاكشنز ماشين بوليسي ريترايفل واقول له اوكي. على طول في ساعتها جاب البلوك ميديا بيز لاين، محتاجتش حتى اوقف، لسه عامل لهاش ايفالويشن والكومبلاينس بتاعتها انون. لو انت جيت هنا في السوفت وير سنتر هتلاقي في الديفايس كومبلاينس تقدر تقول له تشيك على الكومبلاينس دلوقتي. لو انت ما اخترتش تشيك على الكومبلاينس من هنا فهو اوتوماتيك كل 5 دقايق اللي احنا كنا حددناه اللي هو بتشيك على الكومبلاينس. فلو جينا هنا قلنا له ريفرش كده زي ما احنا شايفين ان هو نون كومبلاينت، ولو قلت له فيو ريبورت هيقول لي والله اللي انت عندك الفاليو بتاعت الستارت تبقى ايكوال 4 هنا وهنا، دول نون كومبلاينت بالنسبه لك. طب انت مش هتحولهم تخليهم كومبلاينت؟ لا. ليه؟ لو رجعت هنا للكونفيجريشن مانجر configuration items اللي انا عملت لها create all properties، دخلت على settings هتلاقى مثلا في بلوك CD edit compliance rule start equal 4 ما هوش عم بيعمل remediate، فانا اقول له edit واقول له remediate. اوكي ونفس الكلام في ال USB. هروح دلوقتي على الويندوز 8.1 كومبون اكشنز ماشين بوليسي ترايفل ران ناو، نرجع على الكونفيجريشن ونقول له ايفالويت بقى كومبلاينت عندنا. لو جيت هنا على ريجستري يو اس بي ستور فاليو 3 اعمل F5 كده بقت ب 4، ولو دخلت على السي دي الفاليو بقت ب 4 بتاعت الستارت. فكده اي سي دي اي يو اس بي مش هيحصل له ران اوتوماتيك.